لمدة 3 أيام متتالية استمرت التظاهرة الرياضية التي أقيمت بإشراف من لجنة شؤون قدامى نادي الطليعة في مدينة غات. خصص اليوم الأول فيها لجلسة حوارية ثقافية حول تاريخ وتجارب الأجيال والتأكيد على ضرورة إعادة تجميع أرشيف النادي، وخصص اليوم الثاني للألعاب الشعبية. ظاهرة رياضية فنية ثقافية استمرت لمدة 3 أيام، حيث افتتحنا التظاهر الأولى بالمناشط الثقافية، تخللها معرض للذين ساهموا في إنشاء هذا النادي، وأبصموا بصمات على جدار النادي، حيث المشاركة في العديد من المحافل الرياضية والثقافية والفنية سواء على المستوى المحلي وعلى مستوى الفنزان. الغرض الرئيسي من التظاهرة السنوية هو ملء وقت فراغ الرياضيين القدامى والتذكير بالشخصيات التي ساهمت في إنشاء النادي الأزرق، سواء الأحياء منهم والموجودون بأجسادهم أو الحاضرون بأرواحهم وذكرياتهم. بادرة طيبة من نادي الطليعة، نادي عريق طبعا نادي الطليعة، من 1964 تأسس النادي هذا، وبادرة طيبة منها للقدامى الرياضيين في النادي، واستمتعنا بصراحة بها البادرة هذه، وإن شاء الله تتكرر في ظل لم يسود السلام الوطن الجميل إن شاء الله. يوم الثلاثاء كان هو اليوم الختامي للتظاهرة، والذي خصص لمباراة في كرة القدم بين قدامى اللاعبين على هذا الملعب الترابي لنادي الطليعة، كما تم فيه تكريم كل المشاركين في التظاهرة.